في أواخر أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي قرارا بإعلان ما سماه هيئة العمليات المشتركة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية للحكومة ودمج التشكيلات العسكرية. وفي هذا السياق نشر الموقع بوست تقريرا حول التحديات والآمال التي يمكن أن تواجه الهيئة، حيث قال إن الخطوة وصفت من قبل خبراء عسكريين بأنها ضرورة عسكرية وخطوة في الاتجاه الصحيح، فرضتها ظروف وتحديات الواقع في معسكر الشرعية. وعن التحديات والمخاطر التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة قال المحللون في تصريحات للموقع إنه يجب التعامل مع الواقع، متوقعين أن تواجه الهيئة تحديات ومخاطر عديدة سواء لوجستية أو في الملف المادي والبشري وفي مسألة اختيار القادة والضباط من بين مختلف الأطراف وأيضا بمكان عملهم في عدن ومحافظات أخرى، فيما أرجع خبراء عسكريون نجاح الهيئة أو فشلها إلى المؤثر الخارجي المتمثل برغبة الأطراف الإقليمية المشتركة في الصراع، لافتين إلى أن الملف اليمني لم يعد بيد اليمنيين وحدهم بل بيد أطراف إقليمية لها قرار الفصل في مختلف القضايا الداخلية للبلاد.